مصادر استخباراتية تؤكد انسحاب التحالف العربي من مأرب بعد تفوق الحوثي عليهم. لنشاهد التفاصيل. كشف مصدر موثوق ان جماعة الحوثي تحاصر مدينة مأرب من 3 محاور. واوضح المصدر ان طائرات التحالف العربي تمنع اليوم سقوط المدينة بيد الحوثيين الذين يعيدون ترتيب اوراقهم لمهاجمتها من جديد. المصدر اضاف ان الحوثيين اظهروا تفوقهم في المعارك الميدانية ولولا طائران التحالف العربي لكان الوضع مختلفا حسب قوله، في مؤشر على ان سير المعارك ليس في صالح قوات الجيش الوطني على الارض. وكان الشيخ سلطان العرادة اكد صحة التقارير التي تحدثت عن سحب التحالف العربي قواته من المحافظة بما في ذلك منظومة الباتريوت، مشيرا إلى أن ذلك عزز موقف الحوثيين في المعارك. تصريحات العرادة تتزامن مع استمرار تقدم قوات الحوثي عقب سيطرتها على عدد من المرتفعات المطلة على المدينة ومنها جبال البلقين وغيرها من المناطق الاستراتيجية.